بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير وبكل محبة وسلام من هنا من أرضية ميدان الهباب، أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الذي نتابع من خلاله تحديات وانطلاقات سن اللقاية، شعارات أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل تشارك في هذا التحدي ضمن هذه الأشواط الصباحية. على البركة مشاهدين الأعزاء، نتحرك مع شوط جديد على البركة، ينطلق شوطنا الخامس الذي يحمل فئة الأبكار المحليات الأصايل لسن اللقاية وهجن أصحاب السمو والشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل، فالمشاركة للجميع. مسافتنا 5 كيلومترات لرحلة وانطلاقة وبحث عن الناموس لهذه الأسماء. نسير مع المراكز الأولى المتقدمة ونتابع انتفاضة على المركز الأول على البداية الأولى لسلطان بن سعيد الشوين، من ينطلق بالمركز الأول على الكادر الأول في صدارة الشوط. النقلة مع المركز الثاني نتابع أرصاد علي بن عبد الله أبو هليب من يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث تصل شمعة أتيجة بن علي بن خفية يتقدم على المركز الثالث. أما المركز الرابع، المركز الرابع وجود تتواجد على أرض الكرم والجود مطر بن محمد بن دحروي العامري. أما المركز الخامس، المركز الخامس عجيبة لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم راشد بن سعيد بالغافرية في عملية التضمير والتدريب. أما المركز السادس، المركز السادس الفاتنة سهيل بن سالم بن غدير من يقدم الفاتنة على المركز السادس. أما المركز السابع شاهنية لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يتقدم بو محمد مشعان بن سعيد بن غدير في التضمير وفي المتابعة والتدريب. المركز الثامن، المركز الثامن انطلقت الشاهنية لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بضبيعة مع التضمير. أما المركز التاسع، المركز التاسع هناك الوصول مع الشاهنية لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والتضمير مع عبيد بن محمد بضبيعة. هذه الأسماء الأولى المتقدمة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام مع النداء الأول للأسماء الأولى المتقدمة. لازلنا نتابع، لازلنا نراقب المراكز الأولى التي تسير في هذا الشوط، والمسيرة تسير، الأسماء تسير في هذا التحدي الراية. أعود إلى المركز الأول، انتفاضة لازالت مسيطرة على المركز الأول على الركن الأول في بداية الشوط. سلطان بن سعيد مشوين من يسير على المركز الأول مع انتهاء 2 كيلومترات 3 كيلومترات تتبقى لهذه المسافة. المركز الثاني وصلت شمعة أتيج بن علي بن راشد بن خفية يقدم شمعة، شمعة الميدان تتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت وجود مطر بن محمد بن دحروي العامري يقدم وجود على المركز الثالث. المركز الرابع الفاتنة، انطلقت الفاتنة، تحركت الفاتنة على المركز الرابع. سهيل بن سالم بن غدير يتقدم على المركز الرابع. أما المركز الخامس، المركز الخامس عجيبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وراشد بن سعيد بالغافرية في عملية التضمير. هذه النتيجة للخمس الأسماء، للخمس الشعارات العملاقة التي تتواجد في صدارة الشوط في بداية المسير. الله الله الله، شمعة غيرت المسار، شمعة غيرت المسار، ولكن عادت انتفاضة من جديد من الجانب الأيمن لتثبت وجودها وتعلن أيضا حضورها الرائع. بالمركز الأول سلطان بن سعيد الشوين من يتقدم على الصدارة على البداية على الكادر الأول، ولكن شمعة انطلقت إلى البداية، شمعة انطلقت إلى المركز الأول لعتيج بن علي بن راشد بن خفية. الله الله الله، المركز الثالث، المركز الثالث وصلت وجود مطر بن محمد بن دحروي العامري، وصلت انطلقت في هذا التحدي في هذا الانطلاق
الرياض المركز الرابع، المركز الرابع حنا الفاتنة سهيل بن سالم بن غدير الكتبي يتقدم على مستوى المركز الرابع وخامس المراكز. المركز الخامس عجيبة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم راشد بن سعيد بالغافرية الفراسي في تضميرها وتدريبها. هذه النتيجة أيها المشاهدون الأعزاء الحاضرين جميعا، النتيجة للخمسة المراكز الأولى. ونعود إلى المركز الأول، نعود اللي سيطرت بالبداية، اللي سيطرت على الشوط، سيطرت على الشوط سيطرة تامة، سيطرة فعالة بالمركز الأول. شمعة 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 تيج بن علي بن راشد بن خفية. روح يا أبو علي، روح يا أبو علي، كمل مشوارك إلى خط النهاية. المركز الثاني انطلقت وجود، تحركت وجود، انطلقت في ثاني المراكز مطر بن محمد بن دحروي العامري. أما المركز الثالث الله الله، انتفاضة انتفاضة قادمة على المركز الثالث. سلطان بن سعيد الشوين من يتقدم بالمركز الثالث، ولكن بن غدير، بن غدير حاضر، بن غدير يهاجم ينطلق مع المركز الثالث في هذه لحظات. الفاتنة الفاتنة سهيل بن سالم بن غدير. الله، هذه الأسماء مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء للأربع المراكز الأولى المتقدمة، وغيرت وجود، غيرت وجود، وجود تتواجد على المركز الأول على صدارة الشوط. وصلنا الكيلو الأخير، وصلنا الكيلو الخطير، وصلنا الكيلو الباقي إلى خط النهاية. الناموس ينتظر، الناموس ينتظر، الناموس ينتظر في شوطنا الرابع، في شوطنا الرابع في فئة الأبكار المحليات هجن الدار. الله الله الله، ولكن عادت، عادت من جديد، عادت شمعة، شمعة عادت من جديد على المركز الأول. عتيج بن علي بن راشد بن خفية ينطلق إلى المركز الأول، ولكن وجود أهل مرغم، أهل مرغم بين الجانب الآخر مطر بن محمد بن دحروي العامري يقدم وجود. أما المركز الثالث وصلت الفاتنة سهيل بن سالم بن غدير. الله الله، ولكن وجود، وجود وشمعة، شمعة ووجود، وأيضا هناك الفاتنة. الله، ثلاثية، ثلاثية، منافسة ثلاثية، المنافسة القوية، المنافسة الشيقة، ولكن الله الله يا بن غدير، بن غدير يحرك، بن غدير يحرك، وبن دحروي مسيطر، بن دحروي إلى الأمام، إلى الانتصار، إلى التحدي، إلى المقدمة، إلى العلا، إلى بداية الشوط. ما شاء الله تبارك الله، هذه وجود، هذه وجود، كما أيضا تابعناها بالمركز الأول مطر بن محمد بن دحروي العامري. رغم المنافسة ولكن صامد، لكنها صامدة. سلام يا هل مرغم، سلام يا هل مرغم، واسعد الله صباحكم بكل خير. سلام يا مطر، سلام مطر بن محمد بن دحروي العامري. لحظات وصولها وعبورها خط النهاية بالانتصار. المركز الثاني الفاتنة سهيل بن سالم بن غدير ما قصرت. أما المركز الثالث شمعة تيجي من علي براش بن خفية. المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. وخامس المراكز شعار بوهليبة من وصل مع المركز الخامس. هذه النتيجة أيها الحفظ الكريم مشاهدين الأعزاء في هذا الشوط. تهانينا والناموس لمطر بن محمد بن دحروي العامري على هذا الانتصار.